رجعنا مع حضراتكم مرة تانية ووصلنا لفقرة من الفقرات المهمة جدا اللي بنكتشف فيها أنفسنا جميعا. كل أسبوع عندنا موضوع جديد. موضوع النهاردة مع دكتور محمد أبو فرحة عن الحرية، مفهوم الحرية، حدود الحرية، إزاي إحنا بنسلك هذا السلوك وإزاي نقدر نفهمه الأول علشان نسلكه بشكل صحيح وليس خاطئ. طبعا في مصر وفي كتير من بلادنا العربية والشرقية، في المنطقة الشرقية بالتحديد، عندنا مفاهيم وسلوكيات مختلفة تماما عن الغرب وعن أوروبا أيضا. هنشوف الفرق بينهم وإزاي ممكن إن إحنا يكون عندنا توازن في هذه المفاهيم من خلال دكتور محمد أبو فرحة. أهلا بيك معنا ويسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا بيك دكتور محمد. عندنا مفهوم كده بيقول أنا حر ما لم أضر، وإنه حدود حريتي تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. حضرتك بقى ليك مقولة مختلفة بتقول حدود حريتي ليست، يعني هي عند أنفي وليست داخل أنفي. هو مش أنا اللي بقول، هو كان شكسبير قاعد في يوم، في واحد حب يعني يستغرف معاه، فراح جايب صباعه وحطه جوه مناخير شكسبير. ف... ده حقيقي ولا مجرد حكاية؟ لا لا بجد. شكسبير قاعد، فانت بتعمل ايه؟ انا هو حر. قال لا، حريتك تقف عند طرف مناخيري، عند طرف انفي. وهي كانت اتشهرت قوي المقوله من مقوله شكسبير. وكان كله بقى بيجرب الحريه في زمن، كل واحد عايزين نشوف. احنا مش عارفين حدود الحريه ايه، هو في حريه فعلا مطلقه ولا الحريه محدوده ولا مفيش حريه اصلا، ولا احنا عايشين ازاي؟ فكان شكسبير كلنا عارفين حد هو كاتب، فلازم يبقى اول واحد الناس بتستفزه، لان كل الانسان ما كانت عنده ديون دايما. الانسان كل ما يعلى قوي كل ما تكثر الغيوم حواليه، فكل ما تبقى في حاجات كتير قوي تاخد من حريته. علشان كده بنيجي دايما نقولها ان الشهرة مش حرية، الشهرة عكس الحرية. لما تبقى في شهرة فبتبقى في قيود، لان هناك نظرات، هناك في حد بيبص، في حد بيرصد، في حد عايز يعرف الناس بتعمل ايه، والله المذيعة دي بتعمل ايه، الكاتب ده بيعمل ايه، الممثل ده بيعمل ايه، السياسي بيعمل ايه. في ناس كتير قوي بتحد حرياتهم، بس لما تحد حرياتهم ليه؟ لان هم بقوا اكبر او بقوا اشهر. فسبحان الله اكتشفنا ان كل الانسان ما يبيع صيته او يكون له انتشار او يكون معروف او يكون كبير سياسيا، كبير اجتماعيا، ماديا، اي حاجة، اي حد ممكن يبقى له تميز في حاجة معينة بتحد من حريته في حد اخر. وهو دوت اللي لازم نبقى يعني فاهمينه. ولكن عشان نيجي نقول الحرية، زي ما حضرتك بدأت وانت بتقولي المقدمة، الحرية بتختلف ما بين ثقافة وثقافة، ما بين مجتمع ومجتمع، ما بين بلد وبلد. بس احنا عندنا ممكن نقول ما بين رجل وامرأة، ممكن نقول ما بين مفاهيم موجودة عندنا، باختلاف الدين، باختلاف المدلول، كل حاجة بتختلف. تختلف بالخلاصة اختلاف المكان، اختلاف الزمان، اختلاف الظروف التعليمية والثقافية اللي بتبقى موجودة. المراحل السنية والعمرية بتختلف فيها كتير قوي مراحل الحرية، لان الحرية مراحل بتبدأ من المحد ممكن يبقى بتضايق حرية الناس في اذى الناس حتى معنا، ممكن بريحة، ممكن بالصوت، ممكن بالمنظر. لذلك لما بنيجي نقول طب ما كل واحد حر في حياته يعمل اللي هو عايزه، هل الكلام ده مطلق؟ هل هو مفهوم؟ لكن لما نبدأ نستغله، مش نستثمره، نستغله غلط، يبقى احنا بناخد المسألة ونحطها في إطار أو في زاوية غير صحيحة على الإطلاق. لما نبدأ نستغل مفهوم الحرية اللي بيبقى تطور للمسألة بنقولها التمرد. التمرد ده بيبدأ من المجتمعات، بيبدأ في السياسة، بيبدأ مع الحكومات، وبيتنيه يتحرك كده لحد ما يبقى تمرد كتير قوي بقى اللي بنلاقيه عند الشباب والمراهقين. بنلاقي فيه زمان لما بدأنا نسمع عن التمرد، نلاقي عن التمرد في الحركات السياسية، لما حد عايز يتمرد على حكومة، على وزير، على سلطان، على حاكم. تطلع شوية شوية بنلاقي الأب بقى هو سلطان جوه البيت وحاكم، فيبدأ الشباب يتمرد على القرارات بتاعة الوالد، بيتمرد البنت تتمرد على القرارات مامتها، البسي ما تلبسيش، وكلي ما تاكليش، وعودي ما تعوديش، الولد نفس الكلام، سرح شعرك دي ما تنفعش، ايه اللي انت لابسه دوت، ده منظر واحد يعمل كده ويبدأ يتمرد. الولد شايف ان هي حرية شخصية، والأب شايف ان دي ما يعني مش حرية شخصية، لان دي مشكلة أزلية، يعني أزلية وهي موجودة، لازم نبقى فاهمينها مع اختلاف المراحل والدرجات. هي كل الكلام ده موجود لان مفيش حاجة في الدنيا كلها اسمها حرية مطلقة، بدليل ان احنا قاعدين كده دلوقتي، لو انا جبت ولعت سجارة ورحت حطيتها على الكرسي بتاعي لحد ما ولعتني، حرية شخصية، حرية في الموضوع. بس هذا كلام مقبول؟ ليه مش مقبول؟ لانه حريتي انا حر ما لم اضر. ما هو ما لم اضر مش هضر. لا انا هحرق الكنبة والكنبة دي بتاع الحد، قطع فلوس الكنبة. لكن البعد اكتر من كده، البعد جدلي، لان بعد ربع ساعة بالظبط
الكنبة دي مش بس اللي هتتحرق، ربنا يعافينا، ده كرسي بتاع حضرتك، ده حضرتك هتبقي في خطر حقيقي، ده ممكن المركب كلها تتحرق، ربنا يعافينا يا رب. فتشر يا جماعه اي حد يعني. لكن المساله بتبدا نطاق الحريه المحدود دوت بيجي في الصوت، في الذوق، في الاخلاق. امبارح كنت بحضر يعني ما شاء الله كان في مؤتمر كبير لذيذ قوي من خط الصحفيين، فسمعت كلمه من استاذ اللغويات العصبيه. اللغويات العصبية؟ استاذ اللغويات العصبية هو استاذ من اساتذة اللغة، بيتكلم عن علم قوي جدا داخل علم اللغويات زي العربي والانجليش وكده، ما يسمى باللغة بتاعة البشر اللغويات العصبية. اللغويات العصبية كده عاملين بحث من 30 سنة وصلوا فيه لحد من 5 سنين فاتوا، ما يؤكد ان اللغة اللي بنتكلم فيها، الالفاظ اللي بنقولها، بتكون بعد 5000 مرة تكرار بروتين داخل المخ. جيلاتين داخل المخ، مادة يعني جزء موجود، جيلاتين مادة لحم كده، حاجات موجودة نشوفها، مش مجرد فكرة تبقى موجودة داخل المخ، لا هي جزء موجود داخل المخ، ربنا يعافينا، مش ورم ولا حاجة، لكن جزء كده تقدري تمسكيه بإيديك زي ما تمسك إيدك كده. الجزء ده بيبقى موجود داخل المخ، بيتفاعل مع الكلمة اللي بنقولها في اللغة. لذلك لما بنيجي نقول احنا بنتكلم براحتنا ونتكلم زي ما احنا عايزين، اللغه اللي بنقولها دي بتبقى موجوده، اللي بنسمعها بوداننا فبنبدا نقولها، بنستنى فنبدا نتعامل بيها، فنبدا نكررها، وكل ما نكررها تبقى هي افعالنا وتبقى عاداتنا وتبقى سلوكياتنا. بدايتها كانت كلمه بتاعت حريه شخصيه لحد محدش واخد باله، زي الالفاظ اللي بنسمعها كتير قوي، زي الاغاني اللي ممكن نسمعها كتير قوي، زي الافيهات اللي ممكن نلاقيها في فيلم ولا نلاقيها في مسلسل ولا نلاقيها في دراما ولا نلاقيها على حد بنحبه، زي ما كانت زمان الحريه الشخصيه للممثل ان هو يمسك سيجاره. يعني حضرتك بتقول حتى تكرار الالفاظ بدون يعني تقنينها او تقييمها بيكون عند الطرف الاخر اللي بيسمعها جزء في المخ روتين، ولا عند الشخص اللي بيقولها نفسه؟ عند الاثنين، لكن هي بتبدا منين؟ مين اللي بيقولها؟ اللي بيقولها بيبدا يكون، لكن اللي بيقولها ده جابها منين؟ سمعها. ولما بيبدا يسمعها بتبقى عند اولادنا، ده احنا بنسمعهم، عندنا احنا كالفاظ، وهذا الجزء بيكون مضر يعني؟ مضر. هو بقى نبدا نقول والله يبقى مضر لو هو كان ايجابي، ايه لو كان هو سلبي، لكن لو هو ايجابي هيبقى جزء نافع جدا. فجاي منين؟ جاي من الحريه الشخصيه اللي احنا بنتكلم فيه. خلاص الكلام عشان ما نبقاش في التفصيله ديت في الحلقه اللي احنا بنقولها بسرعه قوي، اي حاجه لو احنا بناخدها انها صغيره قوي وانها موضوع يعني ولا حاجه، ده كلمه حريه شخصيه، الشكل حريه شخصيه، كلمة حرية شخصية، الرأي حرية شخصية، الأفعال اللي بنعملها زي ما واحد بيركب عربيته عمال حر، زي ما واحد بيمشي في الشارع بيطول بالعرض هو حر. كل المكونات ديت احنا بنقول الكلمة، بقى كلمة ما بتلزقش يعني، لا طلعت بتلزق وطلعت بتكون كامل. بنقوله ده مش كلام نظري ولا كلام بنقوله في قعدة، ده كلام علمي موثق تماما، نقدر أي حد بيبحث في الكلام دوت، أنا سامعه من حد باحث مدقق يعني، وهو بيقوله ده أنا هبدأ أبحث فيه فعلا، إنه بدأ يكون مادة داخل الجسم موجودة جوه المخ. عشان كده لما نيجي نقول كلمة حرية، وبتعمل ايه المادة دي يعني؟ تبدأ توجهك، زي ما نيجي نقول والله اقول لك حاجة، فاكرة محمد صبحي لما كان في المسرحية يقول والله من حقكم ان انتوا تقولوا اللي انتوا عايزينه، يقول مين موافق على رأيي وهو حاكم ومين مش موافق؟ يعني عايز اعرف مين مش موافق؟ بالعكس، هو ده اللي احنا عايزين نقوله بالظبط كده. لما يبقى عندك الجزء ده موجود، لما يجي ذكره تضحكي، في جزء تاني لما نيجي نقوله لا ما تضحكيش، من حقك تقول اللي انت عايزه، بس من حقي ان انا اعمل اللي انا عايزه، من حقك تقول براحتك، لكن في الاخر روح اشرب من البحر، اللي مش عاجبه يشرب من البحر. اول ما نبدا نقول الكلام ده شوفي ملامح وشك واحنا بنتكلم، شوفي المثال ده. لما قلنا المثال بتاع محمد صبحي في مسرحيه عشان كلنا بنضحك، شفناها بنضحك ضحكتي. لما قلنا مثال حد تاني قاله، عادل امام قاله في فيلم بس كنا متضايقين، انت لا، ان انا ما قلناش ان انت اتضايقتي، لا انت بقيتي بتتكلمي جد، بقت ملامح وشك بتتغير. بنقول ايه المثالين دول؟ تقريبا كل الناس شايفينهم واضحين قوي، عندنا حاجتين بنقولهم. في كلام بيخلي الناس في حدود الحريه الشخصيه تقبله ويبقى بالنسبه لها مناسب جدا، وفي كلام تاني بيبقى في حدود الحريه الشخصيه غير مقبول على الاطلاق. حد معين في سن معين لما نيجي نكلمه بطريقه معينه لا ما بيقبلوش الكلام خالص، خصوصا للولاد. طب احنا عايزين نقول ايه من كل الكلام ده؟ احنا بنستعرض الحريه الشخصيه عشان بس نبقى فاهمين، هي حريتنا لاي حدود؟ حريتنا الشخصيه حتى واحنا بنقول الكلمه في الاعلام، ما احنا في عصر الحريه بنتكلم فيه براحتنا خالص، لكن ايه مفهوم الحريه دوت؟ ان تبقى المساله مفتوحه خالص، كل حد يقول اللي هو عايزه، صح غلط بقى، حريه التعبير عن الراي بشكل خاص يعني.